السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. طبعا لدينا أخبار جديدة حول مباراة المنتخب الجزائري والمنتخب الكاميروني في المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم. هناك أخبار جديدة وعن إعادة مباراة المنتخب الجزائري والمنتخب الكاميروني، أخبار إن شاء الله سوف تكون مفرحة للشعب الجزائري وللجمهور الجزائري وللجمهور العرب ككل، في مباراة التي شهدت فضيحة تحكيمية من طرف الحكم قاسم الذي كانت لديه أخطاء فادحة في المباراة التي كلفت إقصاء المنتخب الجزائري وعدم تأهله لمونديال قطر بسبب الحكم في تلك المباراة. لدينا أخبار جديدة سوف نتعرف عليها الآن. طبعا لا تنسى الاشتراك ولايك الفيديو سلوكك جديد، ولنبدأ على مثل التعرف على الخبر. طبعا الخبر يأتي كالآتي، حيث كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن موعد مناقشة الفيفا للطعن الذي قدمته من أجل إعادة مواجهة المنتخب الجزائري أمام المنتخب الكاميروني. الحساب الرسمي للفيفا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشر سهر يوم الثلاثاء بيان مقتضي جاء فيه علم الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الطعن الذي قدمته أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، كما أضاف البيان الطعن الخاص بمواجهة المنتخب الجزائري ونظيره الكاميروني ضمن إياب المباريات الدوري الفاصلة المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 ستتم مناقشته يوم الخميس 21 أبريل الجاري. طبعا هناك أن ما جاء في هذا البيان يبين أن الفيفا سوف تناقش ذلك الطعن الذي مقدم من الاتحاد الجزائري لكرة القدم يوم الخميس 21 أبريل، ونتمنى أن يكون في هذا الموعد أخبار سارة للمنتخب الجزائري وللشعب الجزائري وللجماهير الجزائرية. طبعا لا تنسى الاشتراك ولايك الفيديو سلوكك الجديد، وإلى اللقاء.